أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتهاي مع السند كسل دوادة ورقة دورنمي على سيدة ميديا واد دورنمي أربعة أخوض بحساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي يدقال كد الشي عنتال لقعون أي مقاحد كتالة مقالة مقدشة دمشي يداو عيال سوشيقيا علي يرا علي أو تاقيري أهل سنة والجماعة وير أفكان كو قاري حلبان مهد صلاة مقاياد كتالة مقالة مقدشة أيها واحد دقال نوع عيسو كو عصب يهي مقالة كو نحمري عيدا مكاودة ترسن دولة دا صوماليا دقال كا أيها مركي هوركو بالله وذيقا عنك هذا النحمري شقاليه مقاياد يدان يرك عشي نيسي مقاحد داسي ويهو بحين وايه لعكتي عشدا كدب waxaa daqiiqado gudaheed soo gaaray maqaayada askar oo waacdeen dhalinyaradaasi ayada oo meesha iska hor imaad ku dhaxmaray ciidamadii amaanka oo gacan siinayay maqaayada iyo kuwa kale dad gabdho iyo wiilal isugu jira oo 7 qof gaaraya ayaa ka casheeyay kadib markii ay casheeyeen way wada baxeen yarkii shaqaalaha ka sheerka joogay ayaa ka daba tagay oo lacagtii keenay rifeer ayay ku bilaabeen waxay dalbadeen qori oo meesha askar timaado oo laga kala cararay ayuu yiri mas'uulka maqaaxida iska lahay إلا أيو حد إنت لها قيجي وحا إستوري ماد كاسي دح مري عيدة مدى كودة ترسن دولة دا كودة وعمي سدح قف حالك آي كود انتين لبقف أوكالي ما أها مركي يغور ريسي عيدة ما كودة ترسن كود دولة دا أو إسكهو إماد كود نحمرو مقالة مقدشها سييشي وحا ليا كو نقطي بلشدا إن عيدة ما إسكو رساسيان دان يرو بحن وايي لعاك تعشدا سيكستبها أهاتي فريحات إيلا ياب أيو كو نقطي ciidamada qaranka Soomaaliyeed dhinaca kale gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardeere Cali Jeer ku jira ayaa si cad u sheegay in uusan ku qanci doonin hadii dagaal la isku dayo in ahlu sunna lagu muqooniyo waxa uu weerar afka ay ku qaaday xilibanadii dhawaan dagaalka ahlu sunna ee ilaamiye uu ka mid yahay mahad salaad Cali yare oo ku sheegay xilibanadaasi kuwa horay dhiga culimada u banaystay فارين ايو قدري علي يرى مدحوينة قلمودك احمد عبدي كاري قرقور اسمو شيغي ان او قدق ايو دولان دقال اهل سنة والجماعة كردن اه سيكستبها اهاتي وحا او يري حلبانة دي مالين دا ويد هدلي وحا كجري حلبان مهات سلاة ايو حلبانة كالي هري ايو علماء دي قودة او بنايستين ايو يري دينا عكرا محاك صباحي كولن كي رئيس الوزارة روبلة ايو امير كا قدر رئيس الوزارة صوماليا محمد حسين روبلة او سفر شاقا كو جوغة دالكاسي قدر ايا مقالة دوحة كولن كولي يشي امير كا دولة دا قدر شيخ تمين بن حمد التاني رئيس الوزارة ايا امير كا قدر ايا استور ايستي ارمت دور ايا وكو سابسن حوجين تحرير كا صوماليا قدر يسيدي اي صوماليا اوغا سي تاغيري لهيد دي بودنس كا دالكا رئيس الوزارة روبلة ايا امير كا كو اماني تاغير دا دينا عيادة هورمارين تا كابيا شدالكا مادام اي صوماليا كا تاغير تا دينا عاسي انجينير محمد حسين روبلي ايا حسي ان قدر اي تهي ساحيب مهيم اح اوليد هاي صوماليا كونا قرب سين ايا سيدي دالك ديب اوغو كمان لا بباتو ينكي كد نشي بربور كا اساقونا كا عدسدي ان اي سي ودان دادالكو لكو ادن هرمر كا كابيا شدالكا اميركا دولة دا قدر شيخ تميم التاني ايا رئيس الوزارة كو بغادي دادال كيسا كو ادن قبسو ميدا دورشا وحونا بلان قاضي ان اي سي ولي دونان تاقير دا اي لك قرب تاقن يهين دولة دا اي شعب صوماليات سيدو كلا رئيس الوزارة روبلي ايا مقالة دا دوحا يدل كقدر كلان كلا يشي رئيس الوزارة قدر شيخ خالد بن خليفة كاس او لوغا هد لي حوجين تحرير كالبادة دل ايو كردن تا مشاريع دا هورمارينيت اي دل كاسو كفلية صوماليا رئيس الوزارة قدر ايا بغادي دادالة دا حكومة دا اي ودا ايكو ادن قبسومي دا دورشوين كا قرنك صوماليا فضلا دب او دا وركيني هوري اي علن سيدا ميديا حق حساسي مدحويني هوري صومالي شيخ شريف شيخ احمد او دل بدي ان لغا وريجي هقان كاميدوغا مشرحين تمعاردك هقامي اميدوغا مشرحين تمعاردك شيخ شريف شيخ احمد ايا حبناها ميدوغا مشرحين تمعاردك كدل بدي ان اي دورتان هقان عصب إساقنا اوسان انتا كبرانسي هقامين كرين قولها ميدوغا مشرحين تمعاردك سيدا اي حقوية شي على سيدا ميديا سدح كلان او هوري او دعاي ايا كي او دنبيا حالي كدعاي مقالة مقدشو شيخ شريف شيخ احمد ايا كوار قليا حمناها قولها ميدوغا مشارحين تمعارد كاينو احادو حبين عادي اه او قولها كاترسان اسلام مركاسين او كسو قيب قليد دونو كل مدى عادي قاهي سيدا اي الو وريدو كاترسان قولها ميدوغا مشارحين تمعارد كو حقيجي على سيدا ميديا دود ادك ايا كدالا تاي عدسيغا وصو قدبيا شيخ شريف شيخ احمد اي اه ان لغا وريديو هقان كقولها inta badan xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa diiday inay aqbalaan codsiga madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed taaso ay ku tilmaameen inay sababi karto burbur ku yimaada golaha midowga musharaxiinta mucaaradka xubnaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ka codsaday inuu dib u dhigo iscasilaadiisa isla markaasina golaha uu isugu yimaanayo
kulama kale oo looga xajoonayo arintani soo korortay sida ay calaamada media ogaatay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa waxa ka go'an inuu san si hoggaamin golaha midowga musharaxiinta mucaaradka waxaana fasiraado kala duwan laga bixiyay sababta keentay go'aankiisa muddooyinka la soo dhaafay waxa aad u xogeystay turunada ku saabsan in Sheikh Sharif Sheikh Ahmed uu ku milmay kooxda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasoo dhaawacayso mabaadiida loo sameeyay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka dadka xogtaan badankeed faafiyay ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin golaha midowga musharaxiinta mucaaradka iyo dad kale oo aad ugu dhow waxaana la sheegay in Sheikh Sharif Sheikh Ahmed uu dhibsaday tuhumkaasi iyo fariimaha laga faafinayo taasoo keentay inuu go'aankaasi qaato sidoo kale Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa hadda qorsheynaya inuu si gooni ah u baxo oo uu toos u bilaabo ololihiisa doorashada uusan waqti badan isaga lumin mucaaradnimo farmaajo si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa iminka waxa uu damacsan yahay inuu si toosa u galo ololihiisa doorashada asigoo gooni ah isla markaasina waxba aysan u tareynin mucaaradnimada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taageerayaasha nabad iyo nolol ayaa muddooyinka la soo dhaafay ku hayay in Sheikh Sharif Sheikh Ahmed uu batay dhanka iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya madaxweynaha madaxa adag Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhawaanahan la kulmayay si kastaba ha ahaatee Sheikh Sharif waxa uu doonayaa inuu xilka midowga musharaxiinta mucaaradka iska wareejiyo waxa uuna ku sababaynayaa inuu ololihiisa gooni ah bilowdo dhinaca kale wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya haatan ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa ayaa sheegay in maamulka galmudug ee uu hoggaamiyo qorqor uu halis ugu jiro inuu burburo taasi oo uu sheegay inay tahay arrin marnaba la aqbali karin Odowa oo hadalka jeediyay xaflad lagu taageerayay in la wada ilaashado maamulka galmudug ayaa carabka ku adkeeyay in dagaalka ahlu sunna ay ku qabsanayso deegaano ka tirsan maamulka uu wiiqayo jiritaanka maamulka galmudug isla markaasina loo baahan yahay in miiska wada hadalka wax lagu xaliyo haddii la yiraahdo hadda gureceel baa la qabtay berintana la qabsaday dhuusama reeb annaga ma jiri doono jidkan jid aan ahayn hal yimaado kuwa culimada sheeganayo haddii ay tabasho qabaan waa la qancinayaa ayuu yiri Cabdiraxmaan Odowa sidoo kale waxa uu sheegay inay marnaba gorgortan lagu geli karin in magaalooyinka la qabsado ayna tahay in la dhowro shuruucda siyaasadda sida uu sheegay ahlu sunna wal jamaaca jidkan jid aan ahayn hal yimaadaan hadday tabasho qabaan ayuu yiri ugu dambeyntii waxa uu ku baaqay in la damiyo colaadda isla markaasina la isugu yimaado miiska wada hadalka si isfaham looga gaaro tabashada ay qabaan hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca oo ayagu sheegay inay qabsadeen magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan maamulka galmudug fadlan haddii aad ka qayb qaadanaysid ra'yiga calaamada media ee ku aadan khilaafka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa lagaaga baahan yahay in aragtidaada aad ku soo koobtid 3 daqiiqo oo kaliya mar haddii ay ka bataan way nagu adag tahay inaan qaadano ku bilow calaamada media magacaaga iyo halka aad joogtid waad ku mahadsantihiin sida sharafta leh aad ugu soo qayb qaadataan ra'yiga dadweynaha ee warbaahinta calaamada media inta aan ka gaarno markasta waa soo deyneyna inta aan soo deyninne waxaan isku dayeyna in mar kale aan ku soo qaadano barnaamijyadeena aad ayaad u mahadsantihiin walaalaha ku tixan calaamada media fadlan nala joog dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.